مساء الفل، كل سنه وانتم طيبين. جمهوري الحبيب والناس اللي بتحبني وانا بحبها، عايز اطمنكم انا لسه راجع من الاستوديو والحمد لله احنا خلصنا تقريبا المكسجات وابتديت في خطوات الماستر، ودلوقتي مش باقي لنا خالص غير ان شاء الله توفيق ربنا في ان احنا بنماستر الالبوم وبنتعاقد مع الشركه اللي هتنزل العمل، لان انا بقى اقارن بين اكتر من شركه. وربنا كريم، دعواتكم ليا ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وعايز اقول لكل الناس من فضلكم احنا مش مركزين المره دي على طيب معين من الاغاني، لا انا المره دي عامل توليفه جديده عليا خالص، عامل الرومانسي وعاملين الدراما وعاملين الغنوه الشعبيه، فعاملين كوكتيل نحاول نرضي بيه كل الاطراف. دعواتكم وربنا يكرمنا واكون دايما عند حسن ظنكم.